أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خبركم حوات خبرك نحات، أما لا عرم تركبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف، كل إسلام يعلم زلو. طبعا سورة الكهف جمعات يقرأ مالتي، والسخة أخا من تي تبقيسو إذا قرأ، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء لهم من النور ما بين الجمعتين. أبو جامع الصغير بسند صحيح. يعني سورة الكهف جمعات نقرأ، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمونغو زي الجمعة سقابز مأزل الجمعة سي سورة الكهف تقرئوها، نور رب العالمين يقبر له بهوته. تي معاني زلو وناي سورة الكهف أخفلت كله خا بزح نقر يرد أمالتي. سلازي الجمعة نعنا كمتي اسلمنا زغمت لنا جمعة ناي اسلام عيد مع التخون كله، لك عخمتهم كالقوت هايمانة تفعل لي مع التخلون كله. نحنا قن جمعة مالتنا عنا أقداس معلتي جمعة مالت كأني سوقتنا بواجب غير لهم صلاة الجمعة تأكيبهم سجدلو ندق نشتيوكا فرد تزيكوني، لكن أبزخون بوتا صلاة الجمعة خيرك تسجد كلها ربها تذكر بزح طقم سلزلو مالتي نسوي وتقن قديتا إن دق نشتي قديتا يكونن ولله الحمد. مغنياتو ناي دق نشتي حلافنت مس قزان مس قلعتن تتحهز سلزخون قديتا يقبر لنا رحمة بنا، يعني ربي رحمنا مالتي قول فرد تزخو نيرو كله زخور قلعة وسبيتي كل خوات نير مالتي. نحنا خا فرد زقبرو خا بصلاة العيد تزي كوينو صلاة الجمعة ندق نستيون نقلعتن فردي يكون مالتي. صلاة الجمعة غسل حدا سب نفسو تحت سيبو طعم جانو غيرو خدانو تصبو تخدينو نمسجد كخيدو كله، يعني خندي أجر خمسة لو أحاديث نقرونا مالتي. ولذلك اتي نحنا نقبرو صراحة وتي أبتي أب أب سلا أب يوم الجمعة كنفلت كلنا زغل لا يخون لنا مالتيو حدا خاب أخاني سورة الكهف نقرأ إذا خاني كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم زبل لنا مالتيو سورة الكهف. أنت أي تحس تأخاني وزعب سورة الكهف سي أنت أنا من تأ سورة الكهف تبه إلى قدامي نجر قال أي كأ أنت أي تحس تأبو ملأتها سورة عند حليلنا. يعني زا سورة زي قصص اللوا مالتي لك حمتي بزحة وقرآن زول قصص، لكن زي سورة زي بزاكا يعني تزبزح بزعبة قصص بزعبة تاريخ ويدما قصص مالت رب العالمين زخونا نقرز نقرنا قصص يبهال مالتي حجي بزعبة من اللاو مالتي بزعبة أهل الكهف من أسيات أهل الكهف خيدهم زتقمطوا له أهل الكهف تباهيلهم استتصوعوا بزعبة أم حانتي قصة الله قصة سيدنا موسى خالو سيدنا موسى خامس الخدر كالو بزعبو ميسا قصة ذو القرنين زبهال كالو بزعبون قال أخاني قصة أصحاب الجنة زبهال خالو تفعل لي قصص اللو مالتي زي أخا زي كل قصص قلت لنا دما بزعب عقيدة تين عقيدة ناي الله سبحانه وتعالى خميكم زدلو تي منهج ناي الله سبحانه وتعالى كميكم مخانو نزي حد حد مقرم تخا الله سبحانه وتعالى زورو دو مالتي سلازي زي سورة زي كلها تحس قصص مالتها ده حركة تصحيح العقيدة خاني نتي عقيدة مقرم تاز أكل كاني انتا اللو زي سورة زي مالتي تصحيح العقيدة منهج اللو قيم تمهرك قيم مالت كاني يعني مبدأ ويدماني تفاللي أبهوت حيز كايو تخيد من قد تات مالتيو مسمر وي من قد مالتيو زي حدا سب قيم اللو خبها الكلو حدا سب مورال زلو من قد زفلت تحستو زفلت سب كخون كلو قيم اللو وي بها المالتيو إذا خاب بزعباتا صورة خنقل سكلنا كنقل سعينا مالتيو انتاي 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 اخت بالدليا زا صورة زي انتاي اتقلت بزعبا منتاي اتقلت زا صورة زي امالتيا سلازي بتخاله متن كنجلصينا ابتي سوره الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى انتيلو زي سوره زي اخ امبل 10 شمونت سوره اياتنا تخ ان 110 ايه اللوه ترتيبنا تخ
እቲ ኣብተን ሱረ ዝርከባ ከዓ መበል 18 ደረጃ ፍርቂ ቁርኣንያ ትርከብ ማለት እዩ። الله سبحانه وتعالى انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إذن آيات إذن كاب حادي ስጋብ ኣርባዕተ ዘሎ ኣያ ማለት እዩ። ንቐደም ንዕእን ክንገልፀን ኢና። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብምንታይ ጀሚሩ? አልሓምዱልላህ አለዚ አንዘለ ዓላ ዓብድህ ልኪታብ ወለም የጅዓል ለሁ ዒወጃ። ያኒ መጀመርያ ዝጀምሮ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ያኒ ከሊመት አልሓምዱልላህ ያኒ ኒዕሙ ላህ ላ ትዓድ ወላ ትሕሳ። ያኒ አልሓምዱልላህ ክንብል ከለናሲ ናይ ኒዕማ ናይ ረቢ ልዓለሚን ዘውረደልናሲ በኒ ኣደም ተዝፈቅዶ ተዝቆፅሮሲ ፍጹም ክውድኦ ኣይመኽኣለን ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክትፈቅዶ ኢልካ እኳ ተፈቲንካ ፍጹም ዕድሜኻ ምሉእ ቆፂርካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ማለት እዩ። ያዕኒ ብሓፂሩ ኒዕማ ናይ ምርኣይ፣ ኒዕማ ናይ ምኻድ፣ ኒዕማ ናይ ምስማዕ፣ ኒዕማ ናይ ውላድ፣ ኒዕማ ናይ ገንዘብ፣ ኒዕማ ናይ ጥዕና፣ ኒዕማ ናይ ተፈላለየ ኒዕማ ክንፈቅዶ እንድሕር ኢልና ክንፈቅዶ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ አልሐምዱሊላህ ክብል ከሎ ረብ ልዓለሚን አልሐምዱሊላህ አለዚ አንዘለ ዓላ ዓብድህ ልኪታብ ወለም የጅዓል ለሁ ዒወጃ። ጠብዓ ንሕና ኩሉ ግዜ እዛ ሱራ እዚኣ አልሐምዱሊላህ ክትጅምር ከላ ልክዕ ከምቲ ሱረት ልፋትሓ አልሐምዱሊላህ ረብ ልዓለሚን፣ ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ረብ ልዓለሚን ንዕም ዝሃበና ንመን ኢና ነመስግን? ንረቢ ኢና ነመስግን። ምክንያቱ ረቢ እዩ ኩሉ ገበራይን ገዳፋይን ወሃባይን ከለኣይን ኸላቃይን መሟታይን ረብ ልዓለሚን ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብ ረቢ ኢና ንሕና ነመሓላልፎ ማለት እዩ። ካልኦት ክንርኢ ከለና ግን እቶም ካልኦት ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘለዉ ግን እቲ ናይ ረቢ ዝሃቦም ንዕማ ይኹን ኩሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንሕና ዝሃብናዮ ዝኾነ ሰብ ክውለድ ከሎ ሓደ ዓይነት ኣወላልዳ እዩ ዝውለድ፣ ክምውት ከሎ ሓደ ዓይነት ኣማውታ እዩ ዝመውት። ያ ብማዕና እቲ ተፈጥሮ ኣብ ደቂ ሰብ ዘሎ ደቂ ሰባት ዘሎ ተፈላለየ ነገር ሓደ ዓይነት እዩ ግን ከምቲ ኢማኑ ከምቲ ዲኑ ከዓ ኣብቲ ሂወት ተኸቲሉ ዝኸይድ ነገራት እሱ እዩ ኣፈላላይ ዘግብሮ ኣብ ካፍርን ኣብ ሙእሚንን ዝቕመጥ ነገራት ይመፅ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም? ኣህል ልኩፍር ማለት እዮም። እዚ ኩሉ ኒዕማ ናይ ረቢ ዝሃቦም ንሕና ጌርናዮ ኢና እዮም ዝብሉ፣ ንሕና ሰሪሕናዮ፣ ንሕና ምፅናዮ፣ ብንፍዓትና፣ ብድልየትና፣ ብክእለትና። ሓታ እዛ መሬት ከይተረፈ ከማ ባዕላ ተፈጢራ ረቢ ዝበሃል የለን ስጋብ ዝብሉ በፂሖም ማለት እዮም። ስለዚ እዚኡ ትፍልልይ ናሕና እናቶም። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ አልሓምዱሊላህ አለዚ አንዘለ ዓላ ዓብድህ ልኪታብ ወለም የጅዓል ለሁ ዒወጃ ክብል ከሎ ንሕና ንረቢ ክነመስግን ከም ዘለና ማለት እዩ። ለኣኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ኢሉ ያ ዳውድ ኢሉ ማለት እዩ ذكر عبادي بإنعام عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فلو أن إنسانا أسدل إليك نعمة إلو أو عطان إنك تظل إلى أمد طويل طويل تشكره من أعمى. يعني حدا سبسي نورمالي تصبق زقبر الكاسب تفوتو حماق زقبرك أتصول إياها حجي زخون تصبق زقبر الكاسب ندحر سرح ألو سبب هوتك كل جيزة تذكر إياها خيرني أسب تخوين ما كم يذكر إياك كتر خيره أكلك خمس جير لي كم زحق جزني كم استحب بيرني أبشجري كم زخويني أبتحواسي كم زخويننا إلا نزار بينا نحماق زقبر الكاسب أقول جيزة تذكر إياها بتحماق زقبره مالتي. فلذلك رب العالمين كأزو كل تصبق عندها قبر لنا خلو نحنا نربي خنا مسكين يقبقنا نحنا نربي خنا نقزو اي قبقنا مالتي. قالوا اتقن نتي ربي زبالو قديفهم نتي ربي زهابهم قديفهم بعلاتهم بنفعاتهم كم زمتقوا غيرهم ني خالوا ات نربي خم ربي غيرهم زريقوهم سبات طاقوت ديهم منقست ديهم سلطان ديو جنزب ديو سبيت ديا ተፈላለየ ንዑኡ ተገዚኦም ይነብሩ ማለት እዮም። ንሱ ሃዋናሃቶም ሓታ ድልየቶም ስምዒቶም ኣብነት ሕጂ እንድሕራ በዓል ኤሮጳ ኣሜሪካ መፂኹም ዝኾነ ሰብ እንታይ እዮም ዝብልዎ? ስምዒትካ ተኸቲልካ ኸይድ ማለት ሲ ናይ ግድን ኣይኮነን ሃይማኖት ክትኣምን። ሕጂ ነቲ ሃይማኖት ኣሚኑ ዝኸይድ እንታይ እዮም ዝብልዎ? ሙተኸልፍ ያዕኒ ድሑር እዩ፣ ናይ ድሑር ኣተሓሳስባ እዩ። ወላ ኣባና እውን ከማና እውን ሓበሻ እውን ከማና እውን ዝብል ሰብ መሊኡ ኣሎ። እንታይ እዩ ድሑር ኣተሓሳስባ እንታይ ዝኸውን ሃይማኖት ኢሎም ኸኒ ኣብዚ ስልጡን ዘመን ዘለናዮ ዘመንስ ብእምነት ኣሚንካ ስታይ ገባራ እዩ እንታይ ክገብረልካ እዮ ኢሉ ክንደይ ሰብ ዝዛረብ ኣሎ።
መልሓሱ ዝሃቦ ይዛረብ ማለት እዩ። ላኪን ብዘይ ግድሳቤና ይዘመነሎ እቲ ኸላቆ ጎይታ ስጋ ብዝኸለቐና ናብኡ ኢና ክንምልሶ ዝግበአና ክንመልሶ ዝግበአና እቲ ንዕማ ዝሃበና ጎይታ እምበር እንደገና ንኻልእ ሰብ ክንኣምን ወይ ንኻልእ ሰብ ተኸቲልና ወይ ንነፍስና ዝበለና ተኸቲልና ክንከይድ ኣይግበአና እዩ። ምክንያቱ ባዕልና ይኮንና ፈጢርና ያታ ነፍስና ፈጣሪ ስጋ ብዝሃለወና ነቲ ፈጣሪና ኢና ክንክተል ዝግበአና። ወሊዛሊክ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ወካነ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ኢዛ ነዘረ ኢላ ወጅሂ ያዕኒ ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ገጹ ክርኢ እንከሎ እንታይ ብል ነይሩ ፈዓን ዓኢሻ እነሃ ቃለት እነ ነቢይ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ቃል አላሁማ አሕሰንተ ኸልቂ ፈአሕሲን ኩሉቂ ያዕኒ ዱዓ መስትያት ከይተረፈ ክርኢ ከሎ ወይ ገጹ ክርኢ እንከሎ ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብ ሚርኣ ማለት እዩ እንታይ ብል ነይሩ አንታ ረቢ ከምቲ መልክዐይ ፅቡቅ ዝገበርካዮ ጠባየር ፅቡቅ ግበረለይ ኢሉ ዱዓ ይገብር ነይሩ። ያዕኒ እንታይ ዘርእየና ንኩሉ ነገር ናብ ረቢ ክንመልሶ ከለና ማለት እዩ። ኩሉ ኒዕማ ዝሃበና ኩሉ ያዕኒ ኒዕመት ነዘር ኒዕመት ኩሉ ናይ ኒዕማ ረቢ ዝሃበና ሲ ሓታ ክንርኢ ከለና ነብስና ያዕኒ ኣላሁማ ሓስን ኩሉቅ ከማ ሓሰንተ ኸልቂ ወሓርም ወጅሀ ዓለ ናር ዝብል ከማን ኣሎ እዚ ገፀይ ሲ ናብ ሓዊ ኣይትእትወ ኢልካ ንረቢ ንልምን ማለት እዩ። ያዕኒ ያ ረቢ ከይፈ ኣሽኩር ቃል ዓዘ ወጀል ኢሉ ረቢ ረቢ ከመይ ገርና ከመስግነካ ኣላሁማ እዚ እቲ ሓዲስ ኣብ ኣሕመድ في المسند يزول مالتي يا ربي كيف أشكرك قال الله عز وجل تذكرني ولا تنساني إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أب سورة الأحزاب 40 حلن 40 كلتن ربي نحن نمزقنا نخيل كما يو ندحر ذكرنا يو ندحر ذكر بؤجرنا يو مسقنا ربي مالتي ليتن قطر نقهون مشتن نعيو خازي أدعية الصباح أدعية المساء نقهون أي نقهو دعان أي مشت دعان نقبرو صلاة نسوق دو زخل رب مذكاري تقندين رب مذكاري رب نذكر ندحر كوينا رب نمسكنا لنا مالتي ندحر رب رسعنا خاني ندحر إنك إذا ما ذكرتني إذا ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني ندحر رسع خانقن نربكم نكفر زلنا مالتي سلزي ربك أنت يلو يا أيها الذين آمنوا أنتم إيمانياتات اذكروا الله ذكرا كثيرا نربس بزح ذكروا ذكروا نربي ذكروا الله ذكروا لنا مات وسبحوه بكرة وأسيلة تسبيح نرب خاني نقول مشيت كنقبر كم زلنا مالت نقرنا مخنياتو ندحر ذكرنا يو نمسقنا لنا ندحر نرسعنا يو دما نكفر لنا مالتي سلزي علامات الشكر علامة ملكتنا يمسقنا نتايو حد سب نراي ربي ذكر كبزح خلو مالتي وأن تعرف هذه النعمة نعمة نيرب ذهبك ها كنفلت كلنا مالتي فكلمة الحمد فقط وحدها تعني أنك محاط بنعم لا حدود لها لا تنتهي ولا حصر لها له. يعني الحمد لله سي نبعلا تقال الساسي عابي نعمة رب العالمين هبنا خمز الله تقوت أرنايو قوت أرنايو خود زي خيل لكن بني آدم ضعيفين عندنا نحنا قال نقر كون كلنا قال ولاد كحزنا ناخلو وي قال سب كحزنا ناخلو كل نرسع تخالق نعماتات نطفئو مالتيو كم تقبو أقل نتاقنا خنقبر زلنا يترب نعمة ذهبنا عين مرأي إذن مسمع تنك أسعيس كامخاد بتعنا خاموخان تي نورمال كون كان مسجد إذا استات زخلو زخلو نعمة أين استبهلولون أين استوعلولون لأنه رب العالمين انتايلو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني حتى يلوم علماء وإن تعدوا أنعم الله إبلا أين إبلا تايدا أنتايلو وإن تعدوا نعمة الله حنت تا نعمة ناي حنت نعمة قليت قلنا من تاين ناي حنت نعمة فائدة نها تاخن الزارة من دحر كوينا ناي نعمة النظر ترايك نزارة من دحر كوينا كندييناي ጊዜ የድልየና ብዛዕባ ናይ ዓይኒ ክንዛረብ ሓንቲ ነገር ተጎዲላተን ሓንቲ ዓይኒ ከመይ ከም ትኸውን እንድሕር ገለ ስብሓንላ ሕጂ እዚ ክንደይ ሰብ ደዒፍ ክኸውን ከሎ ነዘሩ ወይ ምርኣይ ከዓ ብዮ ከሎ እኩያለ ይጥቀም ገሊኡ ሰብ ድሓን ዝኾነ እኩያለ ይጥቀም ገሊኡ ሰብ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ እኩያለ ይጥቀም ሓታ ንናይ ዓይኒ እኳ ክንዛረበላ እንድሕር ኮይናስ ክንደየና ኢልና ኢና ክንዛረበላ ሓታ ነዚ ዕልሚ ዝክፈልጥዎ ብዛዕባ ዓይኒ ብዛዕባ እዝኒ ብዛዕባ ስኒ ብዛዕባ ገለ እዚ ኩሉ ናይ በኒ ኣደም ተፈጥሮ ንዕልሚ ክበፅሕዎ እዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ዘምፀ ብቐሊሉ ረኪብና ክነንብቦ ንኽእል ንባዕሉ ንሱ ክንደይ ጀነሬሽን ጀነሬሽን ወሲድሎም ኣብዚ ዕልሚ እዚ ክበፅሑ ስቕ ኢሉ ብሓደ መዓልቲ ዝመፀ ኣይኮነን ሓታ። ስለዚ ስብሓንላህ ያዕኒ ኩሉማ ንርኢ ካልኦት ከማና ተፈጥሮ እንስሳ ድዮም ዓሳ ድዮም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ድዮም ኣብ ሰማይ ዘለዉ ድዮም ኣዕዋፍ ድዮም እዚ ኩሉ ክንርኢ ከለና ንባዕሉ ስብሓንላህ እዚ ኩሉ ረቢ ከዓ ንዓና ሰኺሩልና
እንስሳን ዓና ሰኺሩልና፣ ሰማይ ንዓና ሰኺሩልና፣ መሬት ንዓና ሰኺሩልና፣ ፀሓይ ትወፅእ ትኣቱ ንዓና ከም ዝጠዕመና ክንድቅስ ንኽእል ወሃከ ያኒ ክንደይ ኢልና ኢና እሞ ክንውድኦ እቲ ናይ ረቢ ንዕማሲ ክንደይ ኢልና ኢና ክንዝክሮ ክንደይ ኢልና ኢና ክንውድኦ። ስለዚ ኩሉ ኒዕም ምን ላህ ዋሕደሁ ያኒ ኩሉ ኒዕማ ናይ ረቢ ካብ ረቢ ልዓለሚን ካብ ኣላ ስብሓን ታላ። ኣማ ከሊመት ላህ ያኒ አልሓምዱ ልላህ ንባዕሉ ርኢኻ አልሓምዱ እቲ ኒዕማ ናይ ረቢ ማለት እዩ። አልሓምዱ ልላህ አለዚ አንዘለ ዓላ ዓብድሂ አልሓምዱ ልላህ ንባዕላ እቲ ኣላ ቃል ንባዕላ ከማነይ ከሊመት ላህ ፈሃዚህ ኒዕም ያኒ አለቲ አንተ ፊሃ ኩላህና ንሕና ዘለናዮ ኒዕማሲ ክነመስግነሉ ዝግበአና ጎይታ መስደር ሃይሉ ያኒ ተፈላሊ በይነ ልሙእምን ወልካፍር እዚኣ እያ እታ አልሓምዱ ልላህ እቲ ንዕማ ኩሉ ሰብ ብሓደ እንዲ ዘሎ እታ ተፈላላይ ትመፅእ ግን እታ ኣላህ እያ። እንድሕር ሰብ ንልላህ ኢሉ ዝግዛእ ኮይኑ በቲ ረቢ ዝበሎቶ ኮይኑ ያዊ እቲ ናይ ረቢ ኣመስጊኑሎ ማለት እዩ፣ ኣብቲ ናይ ረቢ ንዕማ ዝበሎ ኣትዩሎ ማለት እዩ። እንድሕር ከፊሩ ከዓ ንኢ ናብ ካልእ ኸይ። ስለዚ እዚ እዩ ተፈላለዩ ዝመፅእ አልሓምዱ ልላህ ያኒ ረቢ ዋሕደሁ فالمؤمن يعرف أن النعم من الله مؤمن تخينو إتي نعمة خاب رب مخانو يفلت مالتي وغير المؤمن ينسبها إلى غير الله إتي مؤمن زي كونا جن نخالق نرب قدي فسنا بكال إخي يعني. وفي الحديث القدسي عن أبي الدرداء عن أن الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انتهي لرب العالمين حديث قدسي مالت رب تزاربوسي بملحس ناي رسول الله عليه وسلم بقال ناي رسول الله عليه وسلم حديث قدسي بهال حديث عن رسول الله عليه وسلم ولا حديث قدسي بهال كا ناي رب تزاربو قال رسول الله عليه وسلم زي نقرنا مالتي انتايلو اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري يعني انسان ودي قدام يخون ጅኒ ይኹን ሲ ኣብ ዓብዪ ነገር እዮም ዘለዉ። ኣኽልቁ ወይዕበድ غይሪ ኣነ ተኸዝኸለቅክዎ ሲ ካልእ ሰብ ይግዛእ ክክንዳይ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ታላ ኢሉ። ወኣርዝቅ ወይሽከር ስዋይ ኣነ ረዝቅ ኣነ ንሰብ መናባበሪኡ ይህብ ግን ካልእ ሰብ ከዓ ይምስገን። ኸይሪ ኢለ ልዕባድ ናዝል ናተይ ኸይሪ ናብ ደቂ ሰባት ይወርድ። ወሸርሁም ኢለየ ሳዒድ እቲ ሕማቕ ስርሖም ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ጦርነት ድዩ ምቕታል ድዩ ዚና ድዩ ናይ መስተ ከምር ምስታይ ድዩ ኩሉ ዝንብ ኩሉ ማዕስ ዕቁቅ ልዋሊደይን ድዩ ኩሉ ዝግበር ማዕስያታት ኣብ ኣዱንያ ናብ ረቢ ልዓለሚን ይኸይድ ማለት እዩ። ኣተሓበብ ኢለይህም ብንዕሚ ኣነ ንክፈትዎም በቲ ናተይ ንዕማ ገይረ ይልእኸሎም። ወኣነ ልቀኒይን ዓንሆም ኢሉ ኣነ ከዓ ኣይተድልዩንን ይኹም ኢሉ ረቢ ልዓለሚን ያኒ ረቢ ልዓለሚን ቀኒዩ ዓን ልዓለሚን ንሕና ሲ ንሕና ና ንረቢ ንደሊ እምበር ረቢና ዓና ምንም ክንዲዚ ኣፀፍሪ ኣይንኸውንና ክንዲ ወላ ሓንቲ ረቢ ልዓለሚን ኣይንጎድኦን ኣይንጠቕሞን ኢና። ወየተበቀዱነ ኢለያ ብልመዓሲ ወኣነ ልቀኒይ ዓንሁም ረቢ ልዓለሚን ወየተበቀዱነ ኢለያ ብልመዓሲ ወሁም ኣፍቀሩ ሸይን ኢለይ ያኒ በቲ ማዕስያ ናቶም ሲ ፅሊኢቶም የርእዩኒ ውሳቶም ንዓይሲ መላ ሓንቲ ፉቀራ ምንም ዋጋ የብልናን ኣብ ልበይሃቂ ብሸዓብ ልኢማን ገሊፅዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሲ ከመይ ኢና ንሕና ንባዕልና ሲ ምስቲ ንዕማ ናይ ረቢ ልዓለሚን ዝሃበና ሲ ከመይ ኢና ከመይ ንሪኦ ሃል ነመስግን ዶ ንረቢ ልዓለሚን ስብሓንላህ ረቢ ልዓለሚን ያኒ ንዕመት ነዘር ንባዕሉ ዓይንኻ ንምርኣይ ንባዕሉ ሲ እሱ ዓብዪ ንዕማ ካልእ እሞ ይትረፍ ብናይ ንዕማ ናይ ዓይነ እኳ እንተኸይድና ሲ ናይ እዝኒ ምስማዕ ናይ ክንደይ ተፈላለየ ብሂወትና ዘሎ ነገራት ንዕኡ እንተዘኪርናዮስ ዓብዪ ነገር ምዃኑ ይገልፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንዕማ እዚ ንሕና ስነመስግን ዶ ኣይነመስግንን? ስለዚ ንሕና እዚ ንዕማ እዚ ንፈልጦ ዲና ኣይንፈልጦን ኩሉ ግዜ ምስ ነብስና ክንመራመር ይግበአና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ቀፂሉ እንታይ ብል ማለት እዩ አልሓምዱሊላህ አለዚ አንዘለ ዓላ ዓብድህ ልኪታብ ወለም የጅዓል ለሁ ዒወጃ። እዚ መፅሓፍ እዚ ኪታብ እዚ ረቢ ልዓለሚን ዘወረደልና እቲ ንዕማ ምስ ገለፀልና ማለት እዩ እንዛል ልኪታብ ንባዕሉ ቁርኣን አልከሪም ማለት እዩ ንረቢ ክነመስግኖ ይግበአና ማለት እዩ። ላኪን አልሓምድ ሁና ብምስ ካል ኣይተተሓሓዘ ማለት እዩ። الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أبكال سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض رب العالمين مريت سماين زخلقو قيدا كمسجن زقبو كنا مسجن يقبأنا مالتيو
دحريو خاني طبعا الحمد لله الذي خلقنا رب خلقنا خانا انا خلقنا نحن خلقو خاني مريت سماين زو كل اب الدنيا زلو خاني انس ساديو مايك وقعديو زرع زرعنا بزي شجر زر إذا وتقلنا نعنا زتقم مالتي كل زو كل غيرنا عند هالو خلقنا رب خنا مسكونه يجبنا مالتي إذا خا رب العالمين كان دقنا خلقنا عند هالو نعنا خلقنا سنسماي خلقنا سنخلقت خلقنا عبادة خلقنا عند هالو مليس خاني أي قدفنا انت يجيروا لنا مالتي قرآن أوريدوا لنا إنزال الكتاب مالتي زين من تايو مستي نعمة ناي خلق الله سبحانه وتعالى نعانا ان مريت نسماي انز خلق مسؤو خاني توسخ خاني انزال القرآن زي كفتي يعني زعابي نقر الله سبحانه وتعالى زي قبر لنا مالتيو مستخلو خالق زي قبر لنا نمن تاي تخيلوا ويد ما حسو سكني مريت خلقوا سماي خلقوا كل نقر خلقوا نعانا خلقونا جن منم نعانا زما لاخت منقدي زي قلت سألنا بناي منقدي ربي تزيهلو نيرو كم يجرنا إلى خفلت نيرنا كم يجرنا إلى خفلت نيرنا جنة خمزلو حو خمزلو عقاب مقطعة خمزلو رب انتهي فوتو انتهي فوتو كم يجرنا إلى خفلت نيرنا رب العالمين سي سؤلو تزقد فنا نيرو كم زنا أبنت ني عيسى عليه السلام ربي إلهم يقطروا ومو ما يسوخ أني يلا نمويتو يعني كم يجيرو خوني خيل يعني معقول رب خلقوك وفي نفس الوقت أقد يفوك أنا بعلو خموتسي يعني كم يجروا كرد أكاي خل إذا خمزة عينة أمنت مالتي حاشا لله نحنا ربي أي ولد أي ولد يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب مالت نعوز مثل نجر يلن رب خاسب أي يكونن سبيتي يكونن ليس كمثله شيء يعني بزحت سبات زقمت أول لون من تأيو ربي كم ود تبعتاي كوينو ود تبعتاي زبلت إلهم كن دي فلسفاتات يأتوا بزقود دايزي لكن ربي سب آية يكون سبيتي يكون ليس كمثلي شيء نعوز مثل قويتا نرب مثل نجار يلن نحنا هون كرد أنا يخلوني بزي توسنا إذا حسب حنقول رب ذهبنا ناي ربي عزم أخرد أنا يخلن مهما كان زو كله قال يسألنا خماني كرد أنا يخلن حنسا حنسا يعني زو كله ندبره لنا رب العالمين فلذلك قرآن نبعلو رب العالمين كوردلنا كله حاده كافتي عابي نعمة من قد خريق النايلو سلا زدالي رب العالمين زو قرآن زين تايبل زي قبر زي اي تقبر حسما بلع حسما اي تبلع مست اي تسته تمرعو اي تشرمط والعياذ بالله كل من قدي ناي كم يجر كخم تحجس كم يجر إنك لك تخكل إني إيمان إني أختون تخيل كم يجر ك كاب شرك خدحين تخيل كم يجر ك مسحوات ك مؤمنين كتتعامل تخيل كله الحمد لله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذا كل التيوت تحزن جر مالتي خلق السماوات الأرض نعمة الإيجاد نبعله دحري أخاني الكتاب قرآن مراد أخاني نعمة الإرشاد يعني كلتي إذا نعمة زي سي كاب بحر زي فهلا لمالتي سلازي مدام الله سبحانه وتعالى خلقنا فتيرنا ندقنا خاني قدفنا سؤال بزي حدا نقرأي قدفنا انتاي دقا نعنا كمي جرنا أبز الدنيا متينا كمي جرنا نبيرنا إذا هو تزي أحد صار هو تواهبها النازل عدل إذا مسالل نأخرة مسال المخانة قال يسألنا أبزي أوان زي أبزا ساعة زي أبزا علم زي إذا هوتك كم دلايك غيرك وسين كاب عليها أيناي من قد حزك تخيدي وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة يعني كلت من قدس رب العالمين رأينا ما تأب سورة الإنسان قال يسألنا أيناي من قديو تخكل من قد مالتيو الله سبحانه وتعالى أب سورة الإنسان كم زيلنا مالتي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني الله سبحانه وتعالى كاب ولا حدا نقر أي نبرا بني آدم كاب زيرو نقر خلقوه من قدو أرئيوه أي قدفون يعني رب العالمين خلق له من نطفة كاب نطفة خلقوه رب العالمين فجعلناه سميعا بصيرا نسمع زر إجيروه إن هديناه السبيل أما قد خائر إيوة مال إما شاكرا وإما كفورا يعني كلتا من قد ينزلوا من قد حق من قد باطل قال أي سال سيئ باللن يعني من قد باطل تفالى لي ميت شح من قد خلو وخوريتني حسوت من قد ويد ما ناي كفر من قد ميت عينة شح من قد خلو وخوري من قد حق إن حنتيا حنتيا من قد حق كتاب الله وسنة رسوله تختل الكالات خيد
الساعة حنت منقدي تخكل تاني ربي منقدي معناته كلهم أنبياء حيزهم ما زنبرو رسول الله عليه وسلم زدمدمع منقدي الساعة حنت منقدي زلا سلازي نمنقدي كفرو جن مئة شح عينة منقدي كركبي خيلو سلازي رب العالمين إزي قرآن إزي مورادو نعنا مالتيو وهناتو تآيات قلت أنت أتب لنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله ربي زورده إذا كتاب زي متحف زي كتاب زي خانو قرآني مطلق الكتاب كتاب كبهله قرآني ماتيو على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بجبريل جرودو ولم يجعل له عوجا إذا قرآن زي خاني إيه تخكلني يا زخون من قدي رب العالمين أو أريد لنا مالتيو مخنياتو كهلا كأوز بلت أمن قدين كأو زبلت أكايدان كركب أي خيلوني حد بني آدم سلازي قرآن زفلت كأني نو قرآن زي تفسيره زي ترد أو معنى زي ترد أو خاني يخفلت زخل تاي مالتيو يعني إذا قرآن زي سنتايو يلو خمارة مرو اللو خفلت كله بات خيلوتو مالتيو سلازي الله سبحانه وتعالى إذا قرآن زي مورادنا عنا زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم عابي نعمة قرآن قارئ خايو أجري تردي خايو أجري خطري أخل لخا أجري كنت سعمو أخل لخا أجري يعني حتى قرآن قرأ زي خل سب كماني رئي بلو بعينه قرأ سلا زي خل بتعم حزين وقسعمو خلون بعلو عبا أجريو سلازي إذا قرآن زي أبز أمة محمد قرآن حيزنا نهلنا قرآن قديفنا سلا زخدنا إنا زي كل شجر زي ما تسألنا زي لنبر قرآن تختي لنا بت قرآن زبلنا بت رسول صلى الله عليه وسلم من قد زمالة ختنا حيزنا تنخيدنا زي كله زي تحقواس زخل شجر اب هيوتنا زي مقصان اب هيوتنا شجرات عبيت شجرات اب كله حبرة السبات يخون اب ولك السبات يخون اب فاميلي يخون زخل زر اي زلو سلاخ اب قرآن سلا زر حقنا دائم بر كل ما نب قرآن نقرب كل ما من قدنا نركب مالتي كل ما نور نركب كل ما يخفتلنا اتينا يا رب العالمين من قد مالت كل ما استقرار يسمعنا لانه كل نقر حلافي حقيقة ابز الدنيا زلو منم حزنا له نخيد يلن يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا رب العالمين والباقيات الصالحات خير عند ربك الباقيات الصالحات كأزي استغفار صلاة نربي مجزاء نربي مفتاو من قد ربي مخاد يزترف زنح بر يوم القيامة صدقة موتى كلمة طيبة صدقة إذا كل زتات مقبار يتسنحنا يوم القيامة بر إذا جنزب ولاد ودك ولد ولاد كل إذا كل دحر صالحين كوينو من دحر ذرية صالحة كوينو لا يستغمك لأنه ساتمون دعاء قبر الكاز خولن بر كالي كل ما نحنا خاب قرآن نرحق كل ما هيوتنا عندها تبالا شوية سلازي خيد إذا بزعبة سورة الكهف كل جمعة بإذن الله كنقلت أخن فتنينا آية آية عندها قبرنا سلازي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا مالت إتي عوجا خقلت قربت اللي يدلي قدمي زي عوج كأن إيه معنى الكتاب انت إيه كتاب يعني الكتاب طبعا القرآن الكريم مالتي الله سبحانه وتعالى صراط المستقيم رب زورد لنا مالتي إني جاعل في الأرض خليفة خليفة مسقبرو مالتي إني آدم عليه السلام ضد حريقه أن إيه نحنا نهاتو تختلت خوينا زرقنا هاتو خوينا مالتي سلازي إذا كتاب زي يعني رب العالمين صراطنا هاته يهودا خورد لكم يا سلازبالي إذا كتاب زخ أحد خفتي من قد صراط زرئنا مالتي من تاي إني جاعل في الأرض خليفة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يعني عدمة القرآن كأخم فلت زلنا مالتي قرآن يعني الكتاب مالت قرآن مالتي هو الدستور قرآن حد مؤمن دستور قانون حقي زخيد مالتي هو يعني الغني الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه يعني قرآن مالسي مش قرآن نحركوين حدسب دخلنات كمان أي سمعني لأنه غني بالله بكلام الله سبحانه وتعالى وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم قرآن بزعب قرآن رسول صلى الله عليه وسلم تايلو لا يحرق قارئ القرآن يعني قرآن زقرأسي رب العالمين آية قاتلون يلو هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن متعة الله من تعلم القرآن متعة الله يعني متعه الله بعقله حتى يموت من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت يعني رسول الله عليه وسلم تايلو حدا قرآن كهم مهارن كلو سي بحنقول السقاب زموت سي
بحنقول يزنح يعني يمتعه يعني حجي خمزة حجي كندي حمامات زمت زلو قانا بنا أسي كي ترفو خلو ودك سالة ساعة كي ترفو إزي الزهايمر زحزو سب جمير زلو ربي استرنا مالتي من تعلم القرآن يعني قرآن زعلم سي متعه الله بعقله حتى يموت بحنقولو توري حنقولو كندي علماء بحنقولو مدك تسعة قوينهم قانا ندعلمون دا مهارو ميتهم سبحان الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. القرآن غير ذي عوج لهم. القرآن سي جيجا يبلو شتت يبلو إفراط يعني زيادة يبلو زغدل يبلو جيجا يبلو مبالغة مالسي كمت أن العلي يبلو ترسع نجر يبلو كل نجر لك خمتي رب العالمين كل كون يتي تفطره بمولو إذا خفره فطره نابنت سمايك فتخ تخيلك سمايك تو تقلع عيب تدل خطركب أي تركبني خا لأنه الله سبحانه وتعالى انتهى له بسورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني أبزخون بتفطرنا بالدنيا زول أختر إن كلها إسكو قولوا له أختو تقولوا نحركي إلكا اي تخيلني خا اي ترخبولون لانه كله بيرفكت رب العالمين خلقه كله مليء من محنتي كله بحساب دقيق ماتماتيك دقيق كله نجر حتى ماتماتيك كي ترى فخمان رب العالمين خلقه ماتماتيك عجوبة عجائب خاطر خبوله كي تكاب نومنا هوات انساساتات كتر يخلقها كندي عجائب ترخبوله سبحان الله. سلازي نزوك وحانت جيجا خطو تقولي تخلم وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى قرآن كأن يربي زرابا سلزخوني لك مستناي تفطر عالم زفطر رب العالمين عالم بمولو بني آدم بمولو زخلقو كلتي او تقات امي زخيت كلتي زواقع نقر يبولون من ما يواقعني زواقع نقر من تايو ابتي اشراكين كفر انت زي كونو رب العالمين زتقولو او مستسب زب المبر نورمال كخيد كله خم تربي زبولو عززو تقزيو تزخيد نيرو سب نربي تقزيو منم زواقع يمتسينو لكن كاو اوت ايو سلزخيد كفر سلزولو شرك سلزولو حماق صراح سلزولو جن بعلنا حجة حتى تربي زفتر لنا نورمال تفطر عالم نحنا نبالاش ولنا حجي سب كتنفس نورمال اي خيلن رسحات بعالم بزيحو زي كنا نجر كندي نجر يفتر الله سلازي بعلنا نبالا شو نجرات زمت زي كوينو الله سبحانه وتعالى كل تيو انسجام زلوا غير خلو سلازي لك خمتي اب سورة الملك زبالنا مالتيو الذي خلق سبع سماوات زخل رب خلقه منم جيجا اخترخ بولو زي تخيل وبالتالي قرآن كأني منم زقودو نجر يلا ده حال الله سبحانه وتعالى انتايل لنا مالتيو ازي الله زورو ده مالتي قرآن يعني نعمة يا رب سلزخوني إذا إرشاد زهبنا قرآن سلزخوني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبي نعمة سلزخوني تأيو لأن الله سبحانه وتعالى قال آيات تايلونا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذا قرآن إذا تخطيلو زخده إذا نعمة زي تخطيلو زخده منم أي تأفئني منم حماق أي سمعون شقي خاي كونني زي حقو ساي كونني بالدنيا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يلونا أبسورة طه أبسورة الأنعام أبسورة البقرة تفال لي آيات زي قلي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أبسورة البقرة خاني سلاسة شمنتن سلازي إزي حدا عبي نعمة حدا خبتي نعم الله سبحانه وتعالى زوردلنا قرآن مالتي قرآن كأخن فلت أخلنا منم زقودو لو نقر كم زي اللي منم مملأتا كم زي دلي رب العالمين قال يتقولنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى رب العالمين بسورة الإسراء إذا قرآن زي نتي تختلو زخيد نتي حق زي اللي من قدي اهديو من قدر يزخيد قرآني مالتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يعني كتاب ما تصحف تصحفه بشر دايو دك سبات تصحفه دايو قدر خركوب زخيل نقص خركوب زخيل اضطراب كل وزر المبر زي قرآن زي فتصم يبلون لمنتاي رب العالمين عوج زي بلو يعني ولم يجعل له عوجا والكل قرآن كاب زورد 210 شحن 400 عامت غيرو مالتي سقاب حجقن فتصم حقيقة علمية ويدما نعوه حقا اي كون القرآن لهم زمتوه
تيوري وي دما علمي سيلا يعني ولا حتى حتى آية حتى آياسي إذا القرآن زي أتخكل يكونت يوم كم تسوء دليل يبلون يعني كل من تايك رب سلزم ما تسمعلك ولم يجعل له عوجا منم جيجا نجر يبلو نحنا قوى ولا قوى أفتهيوتنا كم حكم كم جزائنا ولا قوى تزي قبرنايو زو كل بعالم زل الإسلامي من قست سلا تقبروا لي كونان إذا قرآن أب لبو غيرو إذا سنة رسول عليه السلام فليتو أب زخونا عدي تنا تقمت أب زخونا عالم ولا أب صحراء يخون ولا أب قلي يخون ربي تجزأ يكون يخنا بري خيلو الحمد لله ناي قدنا يكونن حانت من قستي خطهلونا عشان نحنا نسلمنا خنجزأ سو تزبلت أي طبعا نسلمنا دولة خهلوا خلو ناي بعلا جزائت من قست خطهلوا خلو يتي أحكام بزبالة أمن قد جيروم كتبقوهم خالو نيرم لكن تزي ترى خبقن هذا لا يعني إنه كتاب الله سبحانه وتعالى خطأفق مالتيو إذا دين زي خطأفق مالتا يكونن رب العالمين خطأفق يكونن نمتئوه بزحتك وخطفقوه وانتفتنو لكن الله سبحانه وتعالى وعد أتيو إذا دين زي كم زي تأفق إذا قرآن زي خم زي تأفق مالتيو ولذلك الله سبحانه وتعالى يلنا مالتيو أب سورة الصف آية شمونت يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت إيه كندي كتفقوا فتينهم كندي بزعبوا تزاربهم بزعبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كندي تزاربهم بزعبوا القرآن كندي تزاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر يلومه القرآن أساطير يلومه كندي نجار يلومه مالتهم سلازي انت إذا رأينا إذا قرآن إذا زي كتاب زي عزيم مخانو خفلت إجب أنا أبزيت أتوك بلي مسأي جمعات يرخبنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعاد محمد كاب سويدن.